معاكم دكتور احمد سعيد من عيادات وندرز لطب الاسنان. اهلا وسهلا بيكم. دلوقتي تعالى ناخدكم لجوله في فرع المهندسين بتاعنا اللي بيقدم خدمه استثنائيه للمريض وخدمه طبيه متميزه ورحله علاج متميزه. رحله المريض بتبدا من الكاونتر من هنا، طبعا المريض بيجي في ميعاده وبيدخل في ميعاده مباشره. اقصى مده انتظار او ويتنج تايم عندنا 15 دقيقه. الرحله بتستمر بعد كده لاماكن الانتظار اللي احنا راعينا انها تكون مريحه نفسيا، طبعا مع الساوند سيستم اللي بيساعد على المديتيشن او على الهدوء والاسترخاء، لشاشة ترتيب الدور اللي بيتوفر طبعا المريض قاعد عارف هو دوره بعد قد ايه، قدامه كام مريض هيدخل بعد مده قد ايه، وهي طبعا ما بتزيدش عن 15 دقيقه. الكافي كورنر فيه كل وسائل الاسترخاء موجوده في الانتظار بتاعنا. بعد ما المريض ما بيخلص مع الاستقبال بيدخل على غرفه من غرف الكشف بتاعتنا اللي بيقابله طبعا اخصائي التشخيص على حسب الشكوى بتاعته، سواء كان زراعة أو تقويم أو علاج عصب، كل تخصص عندنا لاستشاري معين أو أخصائي معين. طبعاً إحنا راعينا إن كل غرف الكشف بتاعتنا تكون مجهزة طبعاً يعني اللايتنج معمول بطريقة مناسبة عشان تساعدنا إن إحنا نحدد ألوان الأسنان، الحوائط معمولة أنتي باكتيريال طبعاً عشان خاطر التعقيم والكلام ده كله. طبعاً راعينا كمان إن كل مريض هو قاعد قدامه سكرين بتعرض أفلام أنيميشن طبعاً تساعد على المديتيشن وهدوء. الغرفة التانية نفس النظام، كل غرف مجهزة على أعلى مستوى بنفس الطريقة برضو، عندنا التوب سكرين وعندنا السكرين تانية اللي بتعرض الداتا بتاعت المريض قدامه، يبقى شايف خطوات العلاج خطوة بخطوة. طبعا عندنا كمان جهاز المقاسات الديجيتال، وعندنا الجهاز الشيد جايد اللي بيحدد لون الأسنان بالكمبيوتر من غير معاناة من الدكتور ومن المريض. الرحلة بتاعت المريض بتستمر بعد كده، بعد ما بنخلص غرفة الكشف والمرحلة ان احنا بنسمع المريض، بنسمع الشكاوى بتاعته والكونسيرنز بتاعته، بنعرف هو عاوز ايه بالظبط ونفسه في ايه بالظبط يصلحه في اسنانه، وبنبدأ ناخده على المرحلة الثالثة واللي هي قسم الأشعة التشخيصية. طبعا احنا موفرين في العيادة عندنا احدث جهاز أشعة من شركة كيرستريم، طبعا الجهاز ده 3-in-1، ده جهاز أشعة مقطعية 3D وأشعة بانوراما وأشعة سفالومتريك، بالإضافة إلى ال 3D سكان لوجه المريض. طبعا ده بيساعدنا جدا ان احنا نشخص كل مشاكل العظام، مشاكل الفكين، مشاكل الاسنان، وكمان بيساعدنا جدا في التشخيص وبيساعدنا ان احنا نعمل سمايل ديزاين للمريض. عيادات وندرز لطب الاسنان، مركز زراعة الاسنان في مصر.